العمل الصالح يقتضي الصبر، فإن الصبر سراج، والإنسان يسير في الدنيا في ظلمة الدنيا، فالصبر ضياء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا صبر له لا إيمان له. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على بلاء الله. نحتاج أن نصبر على طاعة الله، لا سيما في زمن الفتن وانفجار الشهوات على الناس كما في زماننا هذا الذي أصبحت فيه الملهيات كثيرة، فيحتاج الإنسان أن يصبر نفسه على طاعة الله، ويحتاج إلى من يصبره ويوصيه بالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر عن معصية الله ويكف نفسه عن معصية الله، وإذا تزخرفت له المعصية وازدلفت إليه واقتربت منه متزينة متجملة لعلها أن تظفر به، ذكر نفسه بأن الله يراه في كل مكان كان، فإن الله يراه، وأن الله يسمع كلامه، فيستحي من الله، ويستحي من الله أن يستحي من الخلق ولا يستحي منه، لأن الواحد منا إن كان ذا مروءة يستحي أن يراها الناس على المعصية، فإذا ذكر نفسه أن الله يراه كيف لا يستحي من الله؟ يستحي من مخلوق ولا يستحي من الخالق سبحانه وتعالى حتى يترك المعصية ويبتعد عنها؟ ويحتاج لمن يصبره ويوصيه بالصبر. قال العلماء: تضمنت الآية الإشارة إلى اختيار الجليس الصالح، لأن الذي يوصيك هو جليسك، فينبغي أن تختار الجليس الصالح. ما ضابط الجليس الصالح؟ ضابط الجليس الصالح أنه إذا رآك على خير أوصاك بالثبات عليه وشجعك عليه، وإذا رآك على منكر أنكر عليك برفق ولين، وإذا رأيته تذكرت فازددت نشاطا، وإذا رآك على غفلة ذكرك، فلا تخرج منه إلا بخير. والإنسان يتأثر بمجالسه، فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يدل على أهمية اختيار مجالسك. واليوم عندنا مجالس جديد ما عرفه المتقدمون، هذه المجالسة في وسائل التواصل حيث يجالس الإنسان كثيرا من الناس من كثير من البلدان، فينبغي أن ينتبه وأن يختار الجليس الصالح الذي يأتيه بالخيرات والبركات والطاعة، ويحذر من الذين يتلبسون بلباس الدين وهم أهل شبهات، يأتون بالشرور والبغضاء، وما يفسد مصالح المسلمين. ينتبه الإنسان من هؤلاء على نفسه وعلى أولاده، هؤلاء الذين لا هم لهم إلا أن يبغضوا الناس في ولي أمرهم أو في العلماء أو في المجتمع، هؤلاء احذرهم وانتبه وابتعد عنهم، فإنهم لا يأتون بخير.
فينبغي أن ننتبه للجليس العصري هذا، وأن ننتقي من نتواصل معه انتقاء شديدا. فاتني أن أذكر النوع الثالث في الصبر، وهو الصبر على بلاء الله، فإن الله يبتلي عبده بما شاء. فينبغي على العبد إذا أصابه البلاء أن ينظر بعينين: بإساءة الظن بنفسه وإحسان الظن بربه. فإذا أصابه البلاء قال: من نفسي أصابني البلاء، أنا مقصر. فيفتش في نفسه حتى يتخلص من تقصيره، ويحسن الظن بربه، ويقول: ما ابتلاني الله بهذا البلاء إلا لخيري، إما ليردني إليه، فكم من شارد عن ربه رده الله ببلوى نزلت به. كم من رجل ما كان يرى في المسجد، فمات ابنه مثلا فأصبح من أهل المسجد، ذكره الله ورده إليه سبحانه وتعالى. أن الله أراد أن يكفر سيئاتي، أن الله أراد أن يرفعني درجة في الجنة، فإن الله إذا أراد بعبده منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله قال لملائكته: صبوا عليه البلاء صبا، وصبره عليه لترتفع درجته عند ربه سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نجعل هذه السورة نبراسا لنا، وأن نعلم أن ربحنا في الدنيا والآخرة في الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر الذي يحفظ الإيمان والعمل الصالح. ربحنا في الدنيا في هذا، في الإيمان. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم